عايز اقول لك انه انت من اوائل المرات في حياتك اللي بتتكلم امام تلفزيون، مش كتير، بس مش اتكلمت كتير قبل كده بس مش كتير. ولذلك عاوز اهديك نصيحة الموسيقار عبد الوهاب. ماذا قال عبد الوهاب ماذا قال للذين يغنون او يتكلمون؟ اسقوا الحروف احساس. تمام، فاهم قصدك. جزء من كلامك الاخير حسيت انك انت في محاضرة والولاد اللي قاعدين في اخر الصف بيقولوا الدكتور شريف بيقول ايه. تمام، انا مش عايز ابدا اقول لك نعم اوكي اتفق.